يا ست اللي قلتيه للبت دي، فتدين ايه وارض ايه اللي هتديها للمصاروة؟ هما خبرين عنها حاجة؟ في واحد منيهم دب فيها فاس ولا زرع بذرة ولا حتى اشترى لها شوية سماد؟ يا ست انا بتحدث معاك على جثة جراد طين واحد تديه لأي مخلوق ايا كان هو مين. بقيت بتتصنت كيف الحريم يا راجع؟ اتصنت ايه؟ ده بيتي، لازم ابقى خابر اللي بيدور فيه بالحرف. وبعدين هو ده اللي فهمتيه من اللي انا قلته؟ بيتك. بقولك ايه، تشرب قهوة؟ على جثة اللي قلتيه لمنال دي. جثة مين يا ولد بدري؟ كيف ما سمعت، وعزة وجلالة الله، لا عزيز ولا اخت ولا حد من الناس لعبد منعم هيطول حباية طول ما انا عايش. ما احنا ما نزرعوش ونهبروا مع فلاحين وحكومة ومواشي، وهم ما يتلم عشان الغرب ياخدوا عرضنا وشجانا ورحمة ابوي ما هيقف. وقف عندك، كانك اتجنيت يا راجح. بتعلي صوتك يا زبد الشباب؟ لا بعلي ولا بوطي، عمره ما هيحصل. وكيف ما بدك، ما هفضلش متطيلك لحد ما تضيعي شجانا وعرقنا. حرام يا ست، حرمت عليك عشتك. كانك نسيت امنة محارب تقدر تعمل فيك ايه؟ بتعدينا يا ستي؟ رجالتك وعيال ولدك بتعديهم؟ عشان ايه وعشان مين؟ عشان هيلعب منهم؟ عب منهم اللي قتل ولدك وحصر قلبك عليه؟ راسك. بس لما ياجي اخوك اشوف رايه ايه في كلام امنه، يمكن تبقى عركه واحده. غور من وشي، غور. بقول لك ستك اتجنت، هتدي المقاطيع اللي تلعبنا من تحت الارض 50 فدان. شجانا يا جمال، شجانا ورزقنا وعرقنا. من يوم ما وعينا على الدنيا انا وانت في الارض دي، لا اتدلعنا ولا روحنا ولا جينا كيف العيال الصغيره. انكتب علينا الشجع عشان الارض تفضل تطرخ، ودلوقتي ياخدوا 50 فدان على الجاهز؟ ما استناش وقلت لها على جثتي، واللي يحصل يحصل. الارض هتتقسم على الغريب وتقول لي ستك وما ستك شيء؟ انت جنيت انت التاني. ماشي، اسمع، ما يجيش عليك الصبح لو انت معاون، يا اما هتصرف من نفوخك وانت خابر مخي زين. انت يا ابني شارب حاجة؟ اه. يظهر كده ان انا شارب حاجة وعامل دماغ ومعلي ومش فارق معايا حاجة ولا فارق معايا حد. ولو عاوزة تشوفي الجنان اللي على أصله على أصله، لو عيني وحاولي وجربي إنك ما تدينيش حقي. أصل كله متسجل يا حبيبة قلبي. الصبح يبقى على مكتب النائب العام، والورق اللي كان بيهددني وبيهددك بيه وصفي أصله معايا. طبعا هتقولي لي ما انت ما تقدرش تقدمه علشان اسمك هيتلط. اقول لك انا بقى، اقول لك واضح انك ناسي حاجه رفيعه قوي، ان انا اعرف اخرج منها عادي على فكره، لسببين. الاولاني ان انا حسام الجيوشي، دايما مأمن نفسي. تاني حاجه بقى، كل الورق باسمك يا حبيبه قلبي لوحدك منفردا. وساعتها بقى النائب العام هيقوم حاطط اسمك في دايرة الاشتباه في موتة عزازي ووصف الاتنين. ده غير بقى ان انا في الايد دي ماسك قضية ابنك، والايد دي رقبة محامي، وفي ثانية بتفصيلة بنكلة اخرجه هو وادخلك انتي. تخيلي معايا كده، مدام جيجي على البرش. الله، ها ايه رايك؟ خص خص، كل ده يطلع منك انت؟ كل ده ما يطلعش الا مني انا. فعلا ما اعرفش ليه زهقت من الكلام. عايز انام، عايز انام. تصبح على خير يا جيجي. بونوي. Thank you.
ايه يا ماما، هو في ايه؟ جاري انت بتتجسس عليا ولا ايه؟ لا انا ما بتجسسش عليك، انا كنت نازل من الاوضه ولقيت زعيق، شفت حسام خارج فقلت اجي اسالك في ايه. في ايه؟ في ان كل القرف اللي احنا فيه ده بسببك انت. في ايه يا ماما، انت اول مره تتكلمي معايا كده؟ ما هو انا لو كنت لطشتك قلمين على وشك ما كنتش عملت حاجه. صدق ابوك كان عنده حق في كل كلمه قالها. لا واضح بقى ان انت متضايقه، نتكلم الصبح. يا ريت.